يعني صابنا ما صاب الناس من انه تساؤلات وشو هل فعلا عبد وعبد مش مبين عنا يعني نعرف شيء. انا روحت من شغلي وكانت الساعه 12 ونص يعني سبحان الله الساعه 12 ونص انا مروح وبكون من الثمانيه في قصف. للصدفة انا بشتغل يعني بمناشير فيش يعني الواحد ما يقدرش يسمع اي صوت ولا يدري شو في بالدنيا. والله يرحمه عبد السلام انسجن صحيح 3 سنين وانا انسجنت معاه 2 سنين. روحت انا 2 سنين يعني بعد سجنتي ب2 سنين روحت بعدها بسنه اخوي روح وسبحان الله يعني ما لحقش يعني هاي له 1.5 سنة تقريبا مروح صار اللي صار. عبد علاقته حلوه جدا مع الكل يعني سبحان الله خلاص انت بتحس دائما اللي بروحله محبوب ودائما ابتسامته على وجهه. هذا رقم 1. 2 عبد تسألني عن احلام عبد خلص توجيهي من هون بعدها كمل مهني كهرباء وعاد بده ينخرط في سوق هالعمل زيه زي الناس. بس انت الاحداث غصب عنك والاقدار مش بيدك طبعا. طلع من السجن بعد يعني طلوع فتره بسيطه سبحان الله ولعت الحرب شغل فيش شكله استشهد بعدها صاحبه فقد صاحب له يعني الله اعلم حتى احنا ما نعرف ايش كيف يعني بطل يبين عن عبد سبحان الله. انا بتجوز بعيد يعني عن اهلي بروح كل فتره ممكن اصادف ممكن اصادفوش. اما بالنسبه لاحتجاز الجثامين بجوز بيعتبر الاحتلال انه هاي اساليب ضغط او مثلا خلينا نقول لعبه نفسيه على اهالي الناس وطريقه مقاهره يعني معروف انه هاي الشغله. بس كل واحد تفكيره وعقليته هاي عقليتهم وعقلية المؤمن عقلية ثانية. احنا بالنسبة لنا الحمد لله دائما زي ما قالت الصحابية لابنها قالت كلا اخشى ان يمثل المشركون بجثتي قالت له هل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. الحمد لله رب العالمين.